لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. يعني هذه كلها تطلبها الأمم، اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لا تهتموا للغد، يكفي اليوم شره. أنا بصلي فعلاً أنه نتحرر من عبودية الهم اللي بيحني الظهر والحياء. الرب يحررنا من الحناء، نستقيم وننتصب، ننظر إلى يسوع المسيح مصدر معيشتنا ومصدر حياتنا. هاي صلاتي إليك اليوم، إنه يسوع هو يكون رب على حياتك.